بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة معادنا مع الدرس التاني من الرياضيات، يا رب يكون الدرس اللي فات فهمته كويس وطبقته عليه كويس من الملزمة ان شاء الله. درس النهاردة عن التمثيل البياني وازاي نقدر نمثل مجموعة البيانات بتاعتنا بشكل مبسط عشان نقدر نسهل على نفسنا قراءتها، وان احنا نسهل على نفسنا المعلومات اللي هنبقى موجودة معانا او اللي متاحة نقدر نمثلها بشكل مظبوط يسهل على اي حد قراءته. وده يعتبر الميزة بتاعة التمثيل البياني. والتمثيل البياني احنا كنا خدناه في سنة تانية مع بعض، السنة دي هناخده بنفس الشكل بس هنزود عليه شوية حاجات بسيطة ان شاء الله. الدرس سهل وبسيط، نسمي الله مع بعض وبإذن الله الدنيا هتبقى تمام. دلوقتي بيقول لي الجدول الآتي يوضح عدد الكب كيك المتبقي في محل الحلوى. عندي محل حلويات متبقي عنده شوية كب كيك بس بأنواع طبعا مختلفة، فعندنا كل نوع متبقي منه عدد معين. يعني أنا عندي الجدول دلوقتي ده بيمثل أنواع الكب كيك اللي عند المحل وكل واحدة منها متبقي منها كام قطعة. فأنا المفترض عندي إن أنا الجدول ده أمثله بشكل تمثيل بياني، فعشان امثله بالاعمدة البيانية او الاعمدة بتاعت الرسم البياني بتاعتي لازم اكون عارفة كويس جدا ازاي اصلا ارسم رسم بياني، ازاي اقدر ارسم رسم بياني. طبعا انا علشان اقدر ارسم رسم بياني لازم اكون عارفة ان اول حاجة بعملها ان انا في عندي حاجة اسمها محورين، محور افقي ومحور رأسي، الاثنين دول لازم اعملهم مع بعض. طيب المحور الافقي قلنا اللي هو بيبقى ماشي على سطر الكراسة، انما المحور الرأسي اللي بيبقى في شكل العمود بتاع النور مثلا اللي هو بيبقى بزاوية قائمة. طيب المحورين دول لازم كمان اسميهم، لازم يبقى ليهم اسم. يعني انا مثلا انا هخلي المحور الافقي هو نوع الكب كيك، نوع الكب كيك، وهخلي المحور الرأسي مثلا عددهم. يبقى انا كل محور هرسمه لازم احط البيانات بتاعته علشان اي حد يقراه يبقى فاهم ده بتاع ايه، ده بيمثل لي ايه. يبقى انا دلوقتي كمان هيسألني حاجة تانية اسم الجدول ده ايه، فده هقول عليه اي مسمى اقدر اطلقه عليه، انواع الكب كيك، عدد الكب كيك اللي في المحل. يعني دي ممكن تبقى فيها كذا اجابة. بصوا معايا كده، دي هنا النقط الاولانية اللي احنا قلنا عليها اسم الجدول او اسم الموضوع، هنا النقط دي والنقط التانية دي هتمثل لي المحاور، يعني كل واحدة منهم هتشير الى محور من المحاور. انا هنا رسمت المحورين اهم، المفترض بعد كده ان انا احط عليهم البيانات بتاعتي. فانا هحط الاول تسلسل الارقام، هنحطها على اساس ايه؟ على اساس اكبر رقم موجود عندي في الجدول، اكبر رقم 5، فانا همشي لحد 5، وطبعا المسافات اللي ما بينهم لازم تكون متساويه. بعد كده هحط تحت عندي صور الكب كيك اللي موجوده، هحط صور الكب كيك اللي موجوده، وهبتدي اعمل التمثيل بتاع الاعمده، ان انا عندي تبقى اعمده موجود فيها مربعات، وبعد كده بحط المربعات دي على حسب الجدول بتاعي اللي موجود الارقام اللي فيه، ابتدي الون كل واحدة بحيث ان انا لما اشوف الالوان وصلت لانهي رقم يبقى الرقم ده هو عدد النوع بتاع الكب كيك الموجود. بص معايا كده، يعني انا دلوقتي عملت الاعمدة اهي بتاعتي، وصلت الخمسة لان مفترض ان انا اكبر رقم عندي 5. بعد كده هبتدي الون كل واحدة تبعا لعددها. يعني اول نوع عندي عدده 5، فانا لازم هظلل كام مربع؟ 5، هلون 5، اديني لونت الخمسة. يبقى انا عندي نوع الاولاني لما اشوفه كده على الرسمة دي اعرف ان انا ايه، النوع الاولاني موجود منه 5. طب النوع التاني ها موجود منه كام؟ 3 مظبوط. طب النوع التالت موجود منه 4 مظبوط. النوع الرابع 2. يبقى انا كده الانواع بتاعتي مثلتها على الشكل اللي قدامي المحاور ده، بحيث ان اي حد لو شاف الرسمة دي يعرف ان انا عندي 5 من النوع الاول، 3 من النوع الثاني، 4 من النوع الثالث، 2 من النوع الاخير. بعد كده المطلوب مني ان انا احط البيانات للمحاور واحط البيانات بتاعة نوع الجدول. يعني انا دلوقتي هنا النوع اللي عندي هنا اهو، اول حاجة هحط اسم الجدول الكب كيك في المحل او عدد الكب كيك اللي في المحل، تمام. بعد كده هنا اللي تحت ايه؟ نوع الكب كيك ده النوع بتاعي. بعد كده ها ده ايه؟ ها عدد الكب كيك ده عدد
الكب كيك. يبقى انا هنا كل اللي انا عملته او كل اللي انا ظبطته ان انا الجدول اللي عندي ما عملتش فيه اي حاجة غير ان انا طبقته او خليته بقى بشكل اوضح في شكل التمثيل البياني. بعدين هو بيسألك عن النقط دي، يعني هو لو جاب لك النقط دي موجودة كده تبقى عارف ان دي معناها ايه او دي يقصد بيها ايه. طيب على الكلام اللي انا بقوله ده، بيقولك اكتر نوع كب كيك متبقي في المحل هو ايه. انا الكلام ده مش هجيبه في دماغي، الكلام ده مش هجيبه من دماغي، الكلام ده تبعا للجدول. اكبر رقم كان ايه؟ اكبر رقم كان النوع الاول اللي هو كان الشكل ده، تمام. طب اقل نوع متبقي في المحل كان انهي نوع؟ نفتكر مع بعض كده، كان ايه؟ كان النوع الاخير، صح كده مظبوط. طب مجموع اعداد النوع الاول والنوع الثاني، الاول والثاني، الاول كان 5 والثاني كان 3 ولا كان كام؟ 3 ولا 2؟ نفتكر كده مع بعض، نفتكر مع بعض، كان 2. يبقى المفروض 5 + 2، احنا ما بنعملش اي حاجه، احنا بنجمع 5 في مخنا والاثنين ايه اقول لكم زي اولى ابتدائي الاثنين على ايدينا، لا احنا كبرنا خلاص، 5 و2 تبقى 7 مظبوط. طب النوع الادول الاول في الجدول، النوع الاول في الجدول اللي هو كان الرسم اللي قدامنا فوق خالص دي، كان عددهم 5، يزيد عن النوع الثالث، عن النوع الثالث بمقدار كام؟ هو النوع الثالث كان كام يا ولاد؟ كان كام؟ حد فاكر؟ بص طيب كده، ب2. النوع الاولاني كان 5 والنوع التالت كان كان 3، يبقى كله على بعضه كام الفرق ما بينهم؟ ما هو يزيد دي معناها ايه؟ ان في واحد اكبر من واحد، يبقى 5 اكبر من 3 بكام؟ ب2، تمام. اجمالي بقى عدد الكب كيك المتوقع في المحل، هو عايزنا نعرف كل الكب كيك اللي عنده. احنا عندنا 5 و3 و4 و2، نجمع مع بعض كده 5 و3 و4 و2، يلا نجمع مع بعض، 5 + 3 بكام؟ 5، بعديها 6 7 8، يبقى 5 و3 8. طب 8 ومعانا كمان 4، بعد 8 9 10 11 12. طب ال 12 دول كمان هحط عليهم الاثنين الاخرانيين بعد ال 12، 13 14. يبقى انا هنا العدد بتاع الكب كيك المتبقي في المحل كله 14 وحدة أو 14 قطعة، تمام. دلوقتي بقى عندنا جدول تاني بيوضح عدد التلاميذ اللي بيحبوا بعض أنواع الحيوانات. يعني احنا هناخد رأي بعض التلاميذ ونشوف يا ترى كل واحد منهم بيفضل أنهي حيوانات من الأنواع المذكورة قدامنا. بص كده الجدول ده اهو، عندي 3 حيوانات، بقرة وكلب وزرافة. عدد التلاميذ اللي بيحبوا البقرة كان 10، عدد التلاميذ اللي كانوا بيحبوا الكلب 8، عدد التلاميذ اللي كانوا بيحبوا الزرافة 5. نفس الكلام هو عايزني امثل ده، بس ساعتها هيكون تمثيل مصور، تمثيل بياني مصور، اللي هو عبارة عن ايه؟ بدل ما بكتب ارقام، لان بديك صور وتقول لي الصور دي بتمثلها ايه بالارقام. نفس القصة بالظبط، لازم اعمل محورين التماثل، اللي هما المحورين، معلش انا اسفه، محورين التمثيل البياني، محورين التمثيل البياني. محور الاولاني هو المحور الافقي، المحور الثاني هو المحور الرأسي. المحور الافقي اللي احنا قلنا ماشي مع سطر الكراسة، المحور الرأسي هو ده اللي بيبقى عمود. انا كده رسمتهم، بس طبعا هشوف دلوقتي ازاي هحط الحاجات البيانات اللي عندي عليه. اول حاجة تحت هحط الارقام، قلنا لازم الارقام دي تبقى المسافات اللي ما بينها مسافات قد بعض مظبوطة زي المسطرة، فانا حطيت من 1 لـ10. طب ليه مش حطينا لحد 10؟ لان انا اكبر رقم عندي 10. بعد كده هبتدي احط الصور بتاعتي اهو اهو، ده التمثيل المصور. حطيت الصور بحيث ان انا كل صورة تديني مؤشر لعدد التلاميذ. يبقى انا عندي المحور الرأسي المرة دي هو عدد الحيوانات، نوع قصدي الحيوانات، والمحور الافقي هو عدد التلاميذ. يبقى انا هنا الثلاث نقط اللي هم مدهم لي اسئلة دي، انا كده عرفت ممكن
يبقى محطوط فيهم ايه او طالب فيهم ايه. هبتدي دلوقتي ان انا ادي المربعات بتاعتي لكل واحد. يعني انا عندي الزرافة مثلا، الزرافة عندي كام؟ ها كام الزرافة عندي؟ 5، 1 2 3 4 5. فهو انا عامل المربعات بتاعتي لحد 10 تمام، لان انا اكبر رقم 10، لكن هلون لحد 5. بعد كده ها الكلب عندي عدده كام؟ 8. يبقى انا المفروض هنا المربعات اللي عندي الون منها كام مربع؟ 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 تمام. طيب بعد كده البقرة هحط المربعات بتاعتي والون كام؟ هلون العشرة كلهم. يبقى انا هنا هلون العشرة كلهم تمام، مظبوط كده. طب بعد كده بقى المفروض ان انا اكمل البيانات بتاعتي دي. يعني انا هنا مثلا الجدول ده يمثل ايه؟ عدد التلاميذ تمام. طيب ها المحور الرأسي الحيوانات، طب المحور الافقي عدد التلاميذ. يبقى انا كده عملت الرسمة بتاعتي كاملة متكاملة. طيب على حاجة اسمها العلامات التكرارية، حاجة اسمها العلامات التكرارية. العلامات التكرارية دي يا ولاد بتبقى عبارة عن بدل الرقم ما اقول عليه واحد، لا انا هحط شرطة، الشرطة دي بتمثل لي رقم. يعني شرطة تبقى واحد، شرطتين يبقى اتنين، تلات شرط يبقى تلات شرط، اربع شرط يبقى اربع شرط، بس من اول رقم الخمسة او كل اربع ارقام او كل اربع علامات تكرارية بقفلهم بعلامة خمسة بتعمل لي حزمة. فاكرين زمان كده لما كنا بنعمل مجموعات وقلنا في المجموعة دي مكونة من خمسة، فاحنا كل خمسة هنحوط عليهم بدايرة. نفس الكلام ده بس بشكل مختلف، ان انا عندي العلامات التكرارية دي ما ينفعش ان انا اعد مثلا 10 متفرطين لوحدهم، لا انا لازم عندي كل اربعة اربطهم كده كأني بربط مجموعة حاجات عندي، كأني مثلا بعمل حزم عندي كل اربعة اربطهم بواحد بقوا خمسة. طب لو ستة نيس يبقى خمسة اللي هما المربوطين وواحد لوحده لحد ما يتكون لي حزمة تانية. يبقى العلامات التكرارية دي بتعمل لي بتكون لي حزم. الحزم دي بتتكون من كام علامة تكرارية يا ولاد؟ خمسة. تعالوا كده نبص مع بعض عشان نظبط المعلومات دي. اهو انا هنا عندي اول علامة 1 2 3 4 5. بيقول لك ايه بقى؟ عندما نصل الى العدد خمسة نرسم خطا على اول اربع علامات تكرارية، بمعنى ان العدد خمسة بيقفل الباب، مش هينفع ادخل حد جديد على المجموعة دي. المجموعة دي خلاص اتملت على اخرها اللي هي ايه؟ خمسة. المجموعة دي اتملت على اخرها. طب بيقول لك ايه هنا بقى؟ هديك كده شوية رسومات وهيقول لك عد الرسومات دي كام واحدة، يعني كام رسمة مديهاني، وابتدي صنف لي العدد ده بس حطهولي بشكل علامات تكرارية. يعني انت مش هتكتب مثلا 5 و2 و3 و4، لا انت هتكتب ده بس بعلامة تكرارية. يعني بمعنى اصح لو انا العدد عندي مثلا 3 يبقى هعمل 3 شرط، لو عدد الحيوانات او عدد الشكل اللي هو هيدهوني 6 يبقى مثلا هعمل الحزمة ومعها واحدة. بصوا بقى كده معايا ونشوف مع بعض. ادي اول رسمة عندي رسمة دجاج، عندي كام واحدة؟ 1 2 3 4 5. هو عايز العدد وعايز العلامات التكرارية. فلو هما الخمسة دول يبقى العدد بتاعي كام؟ ها خمسة صح كده. طب بالنسبة للعلامات التكرارية اديني بصوا حطيت ايه؟ حزمة مظبوط. طب نبص كده المثال ده، عندي هنا صور ايه؟ كلب اهو، 1 2 3 4 5 6. لو انا عايزة العدد بتاعه ها عدده هيبقى 6. طب لو العلامات التكرارية المفروض احط 1 2 3 4 5 6 احطهم مفرطين كده؟ لا طبعا، هعمل حزمة وبعدين واحد لوحده، لان الحزمة مكونة من خمسة زي ما هو مكتوب فوق كده، يبقى حزمة ومعاها واحد. ده كده درس النهاردة، ياريت الناس تذاكره كويس جدا ونحل عليه من الملزمة الحل الوافي. ولو في اي مشكلة في اي مسألة نرجع تاني للدرس، هتلاقي الدنيا معاك متظبطة بإذن الله. اهم شيء ان احنا نركز كويس جدا 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 يا سنة تالتة، علشان المواضيع هتبتدي تزيد علينا في الفترة الجاية. فاتمنى لكم التوفيق بإذن الله، واشوفكم على خير الحصة الجاية ان شاء الله. شكرا. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الحصة اللي فاتت للنهاردة. احنا الحصة اللي فاتت خدنا الدرس التاني، ان شاء الله النهاردة هنكمل عليه. ما يعتبرش درس جديد بس يعتبر الانواع اللي هتقابلنا على التمثيل البياني المصور، يعني انواع المسائل المختلفة اللي هتقابلنا او اللي هنتعرض لها بتجيلنا بانهي شكل عشان نقدر نتعامل معاها ونحل عليها. نبص كده مع بعض. طيب دلوقتي بيقول لي اول مثال او اول تدريب علشان نشوف الانواع المختلفه بتاعه التمثيل البياني المصور او بتجيلنا بانهي شكل. بيقول لي التمثيل البياني المصور الاتي يوضح عدد التفاح الذي حصدهم مجموعه من المزارعين. يعني انا مديني شويه مزارعين حصلوا مجموعه من التفاح. ايه هي الاسئله اللي هو احنا عايزين نجاوب عليها؟ هنشوف دلوقتي مع بعض. بيقول لك استخدم التمثيل البياني في الاجابه عن الاسئله الاتيه. مديني جدول وفي مجموعه مزارعين ومديني التفاح ومديني العدد بتاعه. طب المزارعين عندي حسن وسمير وعمرو ومحمود. مديني كمان حاجه معطى او معلومه علشان تساعدني ان انا اقدر احل الاسئله اللي هو هيديها لي. ايه هي المعلومه دي؟ بيقول لك ان التفاحة كاملة بتساوي 100 تفاحة. يعني ايه نسبة التفاحة كاملة بتساوي 100 تفاحة؟ زي ما اجي اقول لك كده دي شفرة او ده كود او دي كلمة سر. كل ما تشوف صورة تفاحة كاملة دي مش معناها تفاحة واحدة، لا اوعى تتلخبط. صورة التفاحة الكاملة دي في الحقيقة العدد الحقيقي بتاعها او العدد الفعلي بتاعها 100 تفاحة. يبقى انا كل ما الاقي تفاحة دي مش معناها تفاحة، اوعى تتلخبط. لا ده انا اشيل الصورة بتاعة التفاحة دي والعدد الحقيقي بتاعها بيساوي كام؟ 100. برافو علينا. يبقى دلوقتي اسمه مصور لان هو هيتعامل معاك بالصور. فانا كل ما اشوف تفاحه كامله اوعى تتلخبط، ما هياش واحد تفاحه، لا دي اسمها 100 تفاحه. طب يا ترى مديني حاجه تانيه؟ مديني صوره النص تفاحه بتساوي كام تفاحه في الحقيقه، او العدد الفعلي بتاعها كام؟ العدد الفعلي بتاعها 50 تفاحه. يبقى انا دلوقتي المفتاح او الكود بتاعي ان انا صوره التفاحه كامله بتساوي العدد الفعلي بتاعها 100 تفاحه. صوره التفاحه كامله بتساوي 100 تفاحه في الحقيقه، انما صوره نص التفاحه بتساوي 50 تفاحه في الحقيقه. طب ايه هو بقى اللي طالبه؟ بص كده معايا، مديني حسن عنده كام تفاحه؟ هنعد مع بعض 1 2 3 4 5 6. خلي بالك ما نكتبش 6 في العدد، لا احنا كل صوره من دول بتساوي كام؟ مدينا في المفتاح تحت او المعلومه اللي هم اداهاني كام؟ التفاحه الكامله بتساوي 100 تفاحه، دول 6 تفاحات، اوعى تكتب 6. هنقول دلوقتي هنحلها ازاي. طب سمير مديني كام تفاحه؟ 1 2 3 ونص. يبقى سمير مش معاه 3 ونص، لا احنا قلنا هنعمل ايه. طب عمرو 1 2 3 4 5 ونص، تمام. طب محمود 1 2 3 4 5 6 7. هو دلوقتي عايزني اكتب العدد الفعلي، العدد اللي في الناتج الاخير ده او اللي هي الخانه الاخيره دي معناها العدد الفعلي العدد الحقيقي. محدش يكتب 6 ابدا يا ولاد، 6 دي غلط جدا. طبعا احنا قلنا ما نتعاملش بالعدد اللي موجود قدامنا في الصور، لا احنا الصوره بتساوي رقم تاني، كل صوره ليها رقم فعلي او ليها رقم حقيقي. هو قايل لك التفاحه الواحده ب 100، يبقى انا هنا ال 100 عندي متكرره كام مره عند حسن؟ ها مين مصحصح معايا؟ برافو علينا، 6 مرات مكررة 6 مرات. يعني أنا كأني بقول 100 زائد 100 زائد 100 زائد 100 زائد 100 زائد 100، 6 100 هجمعهم. يا ميس هو يعني احنا هنقعد نجمع 100 و100 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 و100؟ هقول لك بس في ولد شاطر كان مذاكر في الأجازة إن احنا مثلا جدول 10 أو الرقم اللي فيه صفار 10 أو 100 أو 1000 بننزل الصفار وبننزل الرقم اللي مضروب فيها زي ما هو. طب يا ميس أنا مش مذاكر وعارف، هقول لك خلاص نجمعها مع بعض لحد ما نشوف هنعرف إزاي نطلع رقم متكرر كذا مرة من 10 أو 100. يعني مثلا 100 اتكررت كام مرة أطلعها إزاي بسهولة بدل ما اقعد اجمع؟ العشرة اتكررت كام مرة اطلعها ازاي بسهولة بدل برضو ما اقعد اجمع؟ يبقى انا دلوقتي هنجمعها علشان الناس بس اللي مش كلنا عارفين. عندي 6 تفاحات كل تفاحة بمية، يبقى انا 100 و100 200. طب 200 و100 300 300 و100 400 400 و100 500 500 و100 600. يبقى انا معايا دلوقتي 600 ايه؟ ها معايا 600 تفاحه، معايا 600 ايه؟ تفاحه، تمام. طيب
يبقى انا هنا اول واحدة 600 تفاحة. طب سمير عندي كام تفاحة لسمير؟ 1 2 3 ونص. كل واحدة بكام؟ قلنا ب100. يبقى 100 200 300. طب والنص التفاحة دي هسيبها؟ اوعى تنسى النص التفاحة دي بكام؟ ها ب50. يبقى انا كده عندي 350. برافو عليكم. طب عمرو 1 2 3 4 5 ونص. 1 2 3 4 5 ونص. طب احنا قلنا الواحدة ب100، يبقى واحد يبقى كام؟ ها زي ما بتقول كده. لو احنا مثلا اقول لكم على طريقة سهلة، لو احنا بنتكلم في مثلا 5 تفاحات هي ب100، يبقى 500. طب 6 تفاحات يبقى 600. طب 3 تفاحات 300. 4 تفاحات 400. واخدين بالكم الموضوع ماشي ازاي؟ نفس الرقم بس حطيت له ايه؟ 0. طيب بص كده، احنا قلنا دي 5 تفاحات ونص، يبقى 5 يبقى 550 اللي هي بتاعت ايه؟ نص التفاح. يبقى دي كام؟ 550. طيب اخر واحدة كام؟ 1 2 3 4 5 6 7. يبقى دي المفترض كام؟ 700. برافو عليكم. طيب هل كده انا خلصت؟ لا، في شوية اسئلة هو مديهالنا تحت. يقول لي ايه؟ اجب عن الاسئلة التالية: من حصد 250 تفاحة؟ بص كده على العدد، ما تبصش بقى على الصور، خلاص احنا دلوقتي بنتعامل في الارقام. من حصد 250 تفاحة؟ في حد طلع 250 تفاحة؟ في حد جمع من المزرعة بتاعته 250 تفاحة؟ مين؟ مفيش، لا يوجد. ومن حصد 600 تفاحة؟ مين؟ اسمه ايه؟ اسمه سمير؟ لا، صحصح معايا، اسمه حسن. برافو عليكم. طب ما اسم المزارع الذي حصد اكبر عدد من التفاح؟ بص كده هنا، اكبر عدد من التفاح كان كام؟ 700. مين 700؟ مين صاحب العدد 700؟ ها بص الناحيه التانية، اسمه ايه؟ اسمه محمود. تمام. طب ما اسم المزارع الذي حصد اقل عدد من التفاح؟ مين اصغر واحد كان عنده تفاح؟ مين اقل واحد كان عنده تفاح؟ ها مين؟ اسمه ايه؟ 350. نكتب 350؟ لا، هو بيقول لك ما اسم المزارع، يبقى المفروض تكتب الاسم اللي هو ايه؟ سمير. تمام. طب بص بقى اخر سؤال، ده حلو قوي. اوجد مجموع ما حصده سمير وحسن من التفاح. ايه مش ده؟ يعني هنعمل ايه؟ بيقول لك مجموع. كلمه مجموع دي يعني ايه؟ هنجمع ولا اطرح؟ اجمع. الجمع بتاع سنه تانية. ركز بقى، ده احنا ايه؟ خلي بالك، احنا زي ما اتفقنا ان عندنا الرياضيات دي عباره عن حاجات فوق بعض، المعلومات اللي انت خدتها قبل كده بتستفيد بيها في الجديد، يعني مش بننسى. بيقول لي مجموع ما حصده سمير وحسن من التفاح. مجموع، بص بص بقى معايا، هنعمل ايه؟ 350 اللي حصده سمير زائد اللي حصده حسن كام؟ 600. فاحنا دلوقتي هنجمع مع بعض، 0 زائد 0 هو هو الصفر. طب 5 زائد 0 هي هي الخمسة. طب 3 زائد 6 ها بعد 6 7 8 9. يبقى مجموع ما حصده سمير وحسن من التفاح 950 ايه؟ تفاحة. 950 تفاحة. تمام. بص بقى كده معايا دلوقتي، بيقول لي الجدول التالي يوضح انواع الفطائر المفضلة لبعض التلاميذ. باستخدام الجدول الآتي أكمل التمثيل البياني المصور، يعني برضو نوع عن التمثيل البياني المصور، نوع مختلف. هنا عامل لي جدول بيقول لي فيه نوع الفطيرة وعدد التلاميذ. عندي مجموعة من الفطاير ليها أنواع، عندي فطيرة بالعسل وفطيرة بالجبنة وفطيرة بالمربى وفطيرة بالشوكولاتة، وعندي عدد التلاميذ. كل نوع من أنواع الفطاير دي ليه عدد تلاميذ معينة بيفضلوه، يعني الموضوع كل واحد ليه رقم. فأنا عندي الارقام دي ممثله بالعلامات التكراريه، مش ممثلها لي بارقام، مش 1 2 3، بالعلامات التكراريه. فلازم نكون فاهمين كويس جدا جدا العلامات التكراريه دي بتعني ايه. كل شرطه بتعني واحد، ولما بلاقي شرطه مايله برضو دي معناها واحد. يعني انا عندي اول واحد كده العسل، اول نوع الفطيره اللي بالعسل فيها كام واحد بيفضلها؟ تعالوا نعد مع بعض. طبعا دي حزمه، فكده كام؟ احنا قلنا الحزمه مكونه من 5 شرط، يبقى انا كده 5 وواحد لوحده شرطه لوحدها تبقى 6. عدد التلاميذ اللي بيفضلوا الفطيره اللي بالجبنه 2. عدد التلاميذ اللي بيفضلوا الفطيره اللي بالمربى في حزمه واثنين لوحدهم، الحزمه ب5 واثنين لوحدهم يبقوا 7. طب عدد التلاميذ اللي بتفضل الفطاير اللي بالشوكولاته
ها عندي حزمتين يبقوا 10. تمام، يبقى انا كده عرفت عدد التلاميذ، مش لازم يديها لك ارقام زي ما قلنا، يعني ركز كويس قوي ما تتلخبطش وما تتفاجئش، مش لازم يديهاني بالارقام، العلامات زيها زي الارقام. طيب هنا بيسالك بقى عن الجدول ده، ممكن اتكلم عليه اقول عليه ايه؟ يعني ممكن كده السؤال، يعني هي النقطه دي كده سؤال بيسالك ان انت تحط هنا اسم للكلام ده، هتقول ايه مثلا؟ عدد التلاميذ او نوع الفطاير. لو هتقول مثلا عدد التلاميذ هتقول عدد التلاميذ اللي بيفضلوا الانواع المختلفه للفطاير. طب هي لو جمله كبيره هنقول ايه؟ انواع الفطاير، هنقول انواع الفطائر او نوع الفطائر. تمام، طب هنا بقى عايزني امثل او احول الجدول الصغير اللي مدهوني بالعلامات التكراريه ده لجدول ارقام، بس ارقام باستخدام تمثيل مصور. يعني انا دلوقتي هدينا زي ما اتكلمنا عن موضوع المفتاح بتاع الحل، هدي لك مفتاح او معلومه علشان تقدر تستخدمها، تبقى كود او شفره علشان اقدر احل بيها المساله. يعني مثلا هنا مديني ايه؟ مديني هنا مفتاح حل كده صوره بتساوي 2 تلميذ. يعني معنى كده ان انا كل ما هحط صوره دي بتعني ان انا حطيت 2. ما تاخدش بقى في دماغك تقول دي صوره يعني واحد وتعد. يعني مثلا لو انواع الفطاير اللي هي بالعسل، لو احنا بنتكلم عن عدد التلاميذ اللي بيفضلوا العسل، فانا دلوقتي عندي كام شرطه؟ عندي 6. فمحدش يجي يقول لي انا هحط 6 وجوه، غلط طبعا. انا عندي كل وجه بيمثل 2 تلميذ، يعني انا لو عندي العسل فيه 6 يبقى كل 2 همثلهم بصوره وجه، كل 2 همثلهم بصوره وجه. يبقى انت عندك هنا نوع العسل، محدش يكتب لي في عدد التلاميذ يا اولاد 6، الكلام ده خطا، لان هو بيقول لك باستخدام الجدول اكمل التمثيل البياني المصور. اكمل التمثيل البياني المصور، مصور يعني ما ينفعش اكتب فيه ارقام، همثله بصور، فلازم تكون عارف الصوره دي بتساوي كام، رقمها الحقيقي كام، الفعلي كام. مش معنى ان انا شفت صوره يبقى هي بتمثل كانها واحد، لا، ساعات بيقول لك الصوره دي بتمثل 2، ساعات بيقول لك 3، يعني مش شرط كمان 2 بس. تمام، فهو هنا مديني المفتاح بتاع الحل بتاعي اسمه ان انا عندي صوره الوجه دي بتساوي 2 تلميذ، كل ما اشوف صوره وجه معناها 2 تلميذ. طب انا عندي نوع الفطيره اللي بالعسل كام واحد؟ قلنا 6، حزمه واحد يبقى 6 اشخاص او 6 تلاميذ، يبقى انا المفروض امثلها بكام وجه؟ كل وجه ب2، يبقى امثلها بكام وجه؟ 3 وجوه، برافو عليكم. طب نوع الفطيره اللي بالجبنه فيها كام واحد؟ ها فيها 2. طب هل ساعتها احط وجهين؟ لا، صح معايا، احنا قلنا الوجه الواحد ب2، يبقى الجبنه همثلها بكام وجه؟ تمام، برافو عليك، وجه واحد. طب نوع الفطاير اللي بالمربى او نوع الفطيره اللي بالمربى في كام تلميذ او كام واحد بيحبها؟ انا عندي حزمه و2، قلنا الحزمه ب5 و2 لوحدهم يبقوا 7، يبقى انا عندي كده 7 تلاميذ بيفضلوا نوع الفطيره اللي بالمربى. فالسبعه دي تتمثل بايه بقى؟ هنا ده بقى حته حلوه قوي، دول 7 يا ميس، وانت قلتي الوجه الواحد ب2، طب الواحد لوحده ده هيتمثل بايه؟ بوجه كامل؟ اقول لك لا، الوجه الواحد ب2، طب لو انا عايزه واحد بس يبقى هاخد ايه؟ نص وجه. يبقى انا دلوقتي لو عندي 7 فانا هحط 3 وجوه ونص، 3 وجوه ونص، ركز كويس قوي يا اولاد في الموضوع ده. طب نوع الفطيره اللي بالشوكولاته كام واحد من التلاميذ بيفضلوه؟ عندي حزمتين، حزمتين يعني كام؟ يعني 10، وانا عندي الوجه الواحد ب2، يبقى معنى كده ان انا عندي عدد التلاميذ كلهم هيتمثلوا بكام وجه؟ 1 ب2، يبقى 2 4 6 8 10، يبقى كده طلع لي كام وجه؟ 5، برافو عليكم. طيب بصوا معايا على النوع اللي جاي، نفس القصه بس نوع مختلف، يعني شكل مختلف، احنا كده بنتعرض للاشكال اللي ممكن تجيلي عن التمثيل المصور. فبص معايا في المثال اللي جاي، بيقول التمثيل البياني المصور الآتي يوضح النتائج المسجلة لأربع لاعبين في إحدى مباريات كرة السلة. يعني أنا عندي 4 لاعبين بيلعبوا كرة السلة، مديني نتائج مسجلة للعبة اللي لعبوها. بيقول لي أكمل جدول العلامات الآتي، هو مديني هنا إيه؟ اسم اللاعب أيمن وعلاء وأحمد وبركات، كل واحد عمل عدد أهداف. أيمن طلع كم هدف؟ 1 2 3 4 5 6 أهداف. علاء هدفين، احمد 1 2 3 4،
طب بركات 1 2 3 يا ميسي، يعني ده بقى كده الكور دي هي نفس الكور اللي سجلوها ولا في حاجة تانية زي اللي احنا قلنا عليها المفتاح او المعلومة؟ بص كاتب لك تحت اهو المفتاح، ها الكرة الواحدة معناها 3 نقط، يعني اوعى تفتكر ان الكرة دي معناها هدف، لا، يبقى عدد الاهداف لو كرة واحدة يبقى سجل 3 اهداف، لو كرتين يبقى هنكرر كل مرة هنزود 3، تمام كده؟ يبقى كل كرة عندي قيمتها او عددها الفعلي او عددها الحقيقي 3. طيب احنا كده عرفنا المفتاح. هو هنا بقى عايزني ايه؟ مش عايزني اكتب الرقم زي المرة اللي فاتت، ده نوع مختلف برضو، مش عايزني اكتب الرقم. بص عايزني اعمل ايه؟ عايزني اعمل العلامات. فاكرين الدرس اللي فات لما كنا قلنا العلامات التكرارية اللي هي الشرطة المايلة دي؟ احنا قلنا الشرطة المايلة دي كل شرطة بواحد، يبقى انا دلوقتي كل ما يقابلني رقم همثله في شرطة. انا هنا مش همثل بقى بارقام، يعني مش هكتب 1 2 3 وهكذا، لا، انا هنا همثل بالعلامات. وزي ما قلنا كل 4 علامات لو في علامة 5 ما اعملهاش جنبهم، بقفلها بيهم عشان تكون لي حاجة اسمها حزمة. عشان تكون حاجة اسمها ايه؟ حزمة. يبقى انا عندي العلامات التكرارية بكتب شرطة مايلة 2 3 4، لو طلع كمان في رقم 5 معايا ما بكتبوش جنبها، لا، بقفل بيه الحزمة بتاعت الاربعة، تمام كده؟ بص بقى معايا احنا هنعمل ايه. بيقول لي ايمن في كام كورة عنده؟ 1 2 3 4 5 6، 6 كور. معنى 6 كور دي يعني كل كورة بتلاتة. طب يلا مع بعض، هي الكورة الاولانية بتلاتة، الكورة التانية بتلاتة، كده كام؟ 6 كمان 3 9، بعد 9 حط 3، ها استنياك اهو 12، بعد 12 حط عليها 3 تبقى 15، طب بعد 15 حط عليها 3 تبقى 18. يعني انا المفروض ان انا اكتب هنا في العلامات رقم 18؟ لا، بعمل 18 علامة. تعالوا كده نشوف ال 18 علامة هنرسمهم بأني شكل. بص معايا، عملنا 1 2 3 4 5، بعدين 1 2 3 4 5، بعدين 1 2 3 4 5، واخدين بالكم الشرطة المايلة اللي انا عاملاها دي؟ بعدين 1 2 3، 1 2 ايه؟ 3. يبقى انا دلوقتي عندي العلامات بتاعتي دي ادتني 18 علامة، ادتني 18 ايه؟ علامة، ادتني 18 علامة، تمام. طب نشوف علاء، علاء عنده كام كورة؟ ها علاء عنده اهو كورتين، الكرة الاولانية 3 والكرة التانية 3، يبقى 6. الستة تتمثل بكام علامة؟ حزمة اهي فيها 5 و1، يبقى 6. طب احمد عنده كام كرة؟ عنده 4. تعالوا كده نشوف كل كرة بتلاتة، متنساش اوعى تجري وتكتب 4. الكرة الاولانية بتلاتة، يبقى الكرة التانية بتلاتة، يبقى كده كام؟ 6. كمان كرة بتلاتة 9، كمان كرة بتلاتة 12. ال 12 دي ممكن تتعمل كام حزمة؟ بص معايا الحزمة فيها 5، يبقى هنعمل اهو، بص معايا كده، ادي حزمة 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5 و2 لوحدهم عشان هما 12، الحزمة الواحدة ب5 يبقى حزمتين 10. طب بركات عنده كام كورة؟ 3. الكورة الاولانية 3، الكورة التانية 3 تبقى 6، الكورة التالتة 3 تبقى 9. التسعة دي تتمثل بالعلامات التكرارية في شكل ايه؟ ادي حزمة لوحدها ب5 و4 علامات لوحدهم، الحزمة هي ب5 و4 علامات لوحدهم. فاحنا كده عملنا المثالين، مثالين خفاف جدا، بس هي الفكرة كلها انه ممكن يجي يقول لك الصور مش هي العدد الفعلي. يبقى احنا ملخص الدرس بتاع النهاردة ان انت مش اول ما تشوف الصورة تكتب رقمها الحقيقي على طول وتعد، لا غلط، الصورة دي ليها حاجة تانية، ليها مدلول تاني او ليها عدد تاني، ما هوش ده العدد الحقيقي. العدد الحقيقي اللي هو هيبقى دايما مديهولك في المفتاح، هيقولك المفتاح بتاع كذا بيساوي كذا، الصورة دي كل ما تشوفها شيلها وحط بدلها ده، شيلها وحط بدلها الرقم اللي هو مديهولك، وابتدي بعد كده اجمع. فيا اما مرة هيقولك اكتب الرقم بالحساب اللي هو 1 2 3 ارقام عادية، يا اما مرة هيقولك اكتب بالعلامات التكرارية. في ناس ممكن تبقى خايفة تتلخبط، ممكن تحط الرقم بالحساب ومنه توصل لعدد العلامات. يعني انت دلوقتي عرفت ان اول واحده مثلا 18، هتكتب جنبها 18 وتبدا تكون العلامات التكراريه وفقا للحزم اللي احنا قلنا عليها، تمام كده؟ يعني ممكن تعمل ده ليك انت علشان يساعدك عشان ما تتلخبطش. خلاص احنا كده خلصنا الدرس بتاعنا، اشوفكم على خير ان شاء الله الحصه الجايه، ويا ريت بس نذاكر كويس عشان نقدر نحل الواجب بتاع الملزمه بشكل مظبوط. اشوفكم على خير ان شاء الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة الطلبات الصف الثالث الابتدائي، يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة معادنا مع الدرس الرابع من الرياضيات، درس جديد تكملة على الدروس اللي فاتت، بس في زي ما اتفقنا ان احنا في نقط وحاجات جديدة هناخدها في كل مرة. معانا الرابع بيتكلم عن درسنا النهارده، بيتكلم عن مخطط التمثيل بالنقاط. احنا كنا خدنا التمثيل البياني بالاعمده والتمثيل البياني المصور. احنا النهارده عندنا حاجه جديده اسمها مخطط التمثيل بالنقاط. ده عباره عن نوع من انواع التمثيل البياني. احنا اتفقنا ان التمثيل البياني ده بيحاول ان هو يخلي لنا بدل البيانات اللي هو بيديها لنا تبقى بيانات كتيره جدا وزحمه وتايهه وتلخبط اي حد، التمثيل البياني ده هدفه الاساسي والرئيسي ان هو يسهل علينا ان احنا البيانات نقراها بشكل واضح ونستوعبها بشكل مظبوط، محدش يبقى متلخبط. يعني كاني بجمع لك المعلومات في منطقه معينه عشان تبقى عارف ان انت الارقام او الحاجات اللي احنا بنسجلها تكون سهل عليك جدا وانت بتعرضها او انت بتقولها. يبقى التمثيل البياني عرفنا ان هدفه الاساسي هو تسهيل ان احنا المعلومات اللي بناخدها تسهيل علينا ان احنا نستوعبها بشكل مظبوط. فالتمثيل بقى اللي بالنقاط ده عباره عن تمثيل بياني زي ما قلنا، العرض البيانات، بس عباره عن ايه؟ انا بحط علامه اكس، بحط علامه إكس. احنا كنا قبل كده التمثيل البياني اللي بالأعمدة كنا بنلون الأجزاء اللي معانا، يعني احنا كنا بنحط على المحور الأفقي والمحور الرأسي زي ما اتفقنا الأرقام والحاجات بتاعتنا والبيانات، وكنا بنلون وفقا للأعداد اللي مديها لنا. المرة دي بقى وفقا للأعداد اللي مديها لنا دي هنحط إكس بتمثل واحد. يبقى أنا دلوقتي الإكس دي بتمثل واحد، ممكن تمثل واحد، ممكن حد تاني يقول لك الاكس دي تمثل اتنين اللي هي مفتاح الحل اللي احنا كنا قلنا عليه قبل كده. هنشوف مع بعض الامثله بتيجي ازاي. المهم عندي دلوقتي تبقى عارف ان مخطط التمثيل بالنقاط هو نوع من انواع التمثيل البياني لعرض البيانات. بنعمله ازاي او بيبقى عباره عن ايه؟ بنحط علامه اكس فوق خط الاعداد اللي احنا اتفقنا عليه، وزي ما اتكلمنا ان دي اختصار علشان لو رقم اتكرر كذا مره يبقى انا عارف، بدل ما اقعد اقول واحد اتنين لا بكرر بالاكس بتاعتي. بص معايا كده الرسمه دي، انا هنا حاطه خط اعداد بيمثل لي درجات اختبار الرياضيات. يعني انا عندي دلوقتي مثلا فصل فيه 10 20، مش مشكله بقى دلوقتي عدد الفصل كام. الفكره كلها ان انا عندي اختبار الرياضيات ده كان من 100، كان من 100 درجه. فانا هنا بوضح ان انا عندي الجزء اللي على خط الاعداد ده الولاد او التلاميذ او الطلبه اللي حصلوا على درجات من 95 ل 100 درجه، عددهم كام؟ بدل ما اقعد اقول والله ده واحد جاب 95، واحد كمان جاب 95، واحد كمان جاب 95، لا انا بلخص بقى على نفسي، بحطهم بشكل كده مخطط عشان ابقى عارف ابص على 95 كام واحد جابها، الاقي مثلا في رقم كذا اكس، اعد الاكسات على طول، مش محتاج لسه ابص في الارقام واقعد اعد واحسب على نفسي، لا ما بعملش كده. فالمخطط ده هدفه الاساسي ان بيلخص لي ان انا اعرف المعلومات بتاعه الحاجه اللي انا بسال عليها. فانا هنا لو قلت ان انا عملت اختبار رياضيات، وزي ما انا مشاوره كده ده العنوان، يعني هو ساعات بيقول لك الرسمه دي بتمثل ايه، فانت هتقول اختبار رياضيات بتجيبها منين؟ بتجيبها من راس السؤال، او بتجيبها من فهمك للموضوع نفسه ان هو بيتكلم عن اختبار الرياضيات، فانت هتكتب اختبار الرياضيات. طيب بعد كده ده اختبار او دي درجات اختبار الرياضيات. يبقى انا دلوقتي خط الاعداد ده بيمثل لي ايه؟ بيمثل لي درجات اختبار الرياضيات. فين بقى المفتاح؟ شايف كلمه المفتاح اللي تحت دي؟ انا هنا بقول لك ان الاكس بواحد طالب. ساعات لو انا عندي الطلبه كتير او انا عندي البيانات اللي انا هعرضها كتير جدا، ما ينفعش ان انا اعملها واحد واحد، فاقوم مخليه المفتاح مثلا بيساوي الاكس دي ممكن تساوي 2، ممكن تساوي 3، ممكن تساوي 4، انا اللي حر في الكلام ده. ده لو انا اللي بعمل المثال، لكن لو هو بيديهوني فانا لازم التزم بيه. لو هو عايزك انت اللي ترسم وفقا للمفتاح يبقى انت لازم تلتزم بالمفتاح بتاعك، لكن لو انت اللي هتحط المفتاح فانت هتقول بقى ان انا عايز كذا بكذا وفقا للارقام اللي عندك. لو عدد كبير جدا فانت هتظبط ان انت تشوفه، والكلام ده هنشوفه ان شاء الله في المرات الجايه. طيب انا دلوقتي عرفت ان المفتاح الاكس بتمثل طالب واحد. طب انا عملت خط الاعداد وكتبت الارقام من 95 ل 100، لان انا هاخد الجزء ده، هاخد عدد الطلبه اللي جايبين من 95 ل 100 بس. طيب انا هنا جايه لك مثلا على رقم 97 حاطه لك كام اكس؟ 1 2 3 4 5. بص انا مشاوره لك ايه؟ 5 دي معناها ان 5 طلاب
جابوا او حصلوا على 97 درجة. سبع خمس طلاب اسفه حصلوا على 97 درجة. يعني انا مثلا لو هتكلم عن 95، مين اللي جاب 95 في الفصل بتاعي؟ عد كده كام اكس؟ 1 2 3. يبقى انا عندي الاكس الطالب، يبقى انا كده عندي اللي جاب 95 من 100 هم 3 طلاب. طب ال 96 كام واحد جاب 96 من 100؟ انا كده عندي برضو الاكس بواحد. ركز قوي ان لازم المفتاح ده هو يكون هو بتاع الحل بتاعك. انا دلوقتي عندي 96 3 اكس، 3 اكس معناها ان 3 طلاب، يبقى انا كده عندي الطلاب اللي حصلت على 96 من 100 هم 3. طب 98 كام واحد جاب 98 من 100؟ هلاقيهم طالبين. طب 99 لا محدش جاب 99. طب اللي جاب 100 من 100 هو طالب واحد. يبقى انا كده الرسمه بتاعتي انا بحط على خط الاعداد القيمه اللي اتكررت كام مره، وانا بقى التكرارات دي هي اللي بتمثلها بوضع علامه الاكس. هو ده النقط اللي انا بتكلم عليها. فانا بمثل بالاكس دي عدد التكرارات لكل قيمه كانت موجوده عندي. بص بقى معايا، بيقول لي التمثيل البياني الآتي يوضح عدد الدقائق التي يقرأها بعض الأفراد يوميا. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا أنا قريت النهاردة حوالي نص ساعة، نص ساعة فيها 30 دقيقة. طب إحنا مش فاكرين، بلاش قريت النهاردة 5 دقايق بس قمت واقفة، يبقى إيه؟ يبقى أنا قرأت النهاردة كام دقيقة؟ 5. طب حد تاني 10، طب حد تاني 12 دقيقة، في حد تاني ما قراش خالص. فاهمين قصدي ايه؟ يبقى هو التمثيل ده مثال، هو ده مثال لازم نحفظه. لا ده نوع تدريب. بيقول لك التمثيل البياني الآتي يوضح عدد الدقائق التي يقرأها بعض الأفراد يوميا. لاحظ التمثيل البياني ثم حوط حول الإجابة الصحيحة. طيب انا هنا التمثيل ده مديني الاكس بفرد واحد، ده كده المفتاح بتاعي اللي احنا اتفقنا عليه. والخط الاعداد ده بيمثل ايه؟ بيمثل عدد دقائق القراءة. واخدين بالنا؟ انا كاتبه تحتيه هو عدد دقائق القراءه، دي معناها ان الخط ده بيمثل لي عدد الدقائق، والاكس دي عدد الافراد. تمام، ده المفتاح بتاعي. طيب انا دلوقتي مثلا اللي قروا 10 دقائق في اليوم كام واحد؟ كام اكس فوق العشرة؟ 1 2 3. يبقى كام واحد قرا لمده 10 دقائق في اليوم؟ 3. طب اللي قرا 11 دقيقه؟ مفيش ولا واحد. طب اللي قرا 12 دقيقه؟ 1 2 3 4 5 6. طب اللي قرا 13 دقيقه؟ 2. طب اللي قرا 14 3. طب اللي قرا 15 4. طب بص بقى كده الاسئله اللي هو كتبها لي تحت، زي ما احنا اتكلمنا اهو، عدد الافراد الذين يقرؤون 14 دقيقه. هعمل ايه عشان اجاوب ده؟ هعد الاكسات اللي فوق 14 دي، عد معايا 1 2 3. هو مديك اختيارات، يا ترى هي 4 دقائق 4 اشخاص ولا 3 اشخاص ولا شخص واحد؟ ها 3. يبقى انا كده الاشخاص اللي قرات عندي الكلام ده كام؟ 3. معلش اسفه جدا. السؤال الثاني، عدد الافراد الذين يقرؤون 12 دقيقه، تعال نعدهم مع بعض كده 1 2 3 4 5 6. معلش هي الاجابه ظهرت سريعا فهي 6 افراد. طب نبص على المثال الثالث، عدد الافراد الذين يقرؤون 13 دقيقه كام؟ ها عد كده فوق ال 13 في كام اكس؟ احنا قلنا الاكس بتمثل فرد واحد، ركز معانا، بكام؟ 2. مظبوط. بعد كده اجمالي عدد الافراد الذين يقرؤون، ها اجمالي عدد الافراد الذين يقرؤون، اجمالي عدد الافراد، يعني انا المفروض اعد كل الاكسات اللي قدامي دي. عد كده معايا، عند ال 15 4، عند ال 14 3، عند ال 13 2. فانا عندي 4 و 3 قلنا 7، 7 و 2 9. طيب 9 وكان هنا عند ال 12 كام؟ 6. 9 و 6 15، 15 و 3 18 فرد، 18 فرد بيقرؤون في اليوم. طب الفرق بقى بين عدد الأفراد الذين يقرؤون 15 دقيقة والذين يقرؤون 12 دقيقة، كلمة الفرق قلنا معناها ناقص، بس خلي بالك الناقص ده بنطرح مين من مين؟ الكبير ناقص الصغير. اللي بيقرؤون 15 دقيقة كام؟ 1 2 3 4. واللي يقرؤون 12 دقيقة كام؟ 1 2 3 4 5 6. حد يقول لي يا ميس 4 ازاي هشيلها من 6؟ اقول لك لا، انت بتاخد الكبير ناقص الصغير، يبقى 6 ناقص 2 ناقص 4، انا اسفه، 6 ناقص 4 فيها كام؟ فيها ال 2. برافو عليك. طيب نبص مع بعض هنا، بيقول لي
سجل باسل، سجل باسل عدد الطيور التي يراها على الشجرة أمام بيته كل يوم لمدة 5 أيام. يعني هو وقف في بيته لمدة 5 أيام كان بيسجل بيانات وبيقول أنا هشوف النهاردة وبكرة وبعده وبعده لمدة 5 أيام الطيور اللي بتيجي على الشجرة اللي قدام بيتي دي عددها كام، وسجل البيانات دي في الجدول ده. بس سجل البيانات بعلامات تكرارية، بصوا كده، سجل البيانات بعلامات تكرارية. من واقع بقى المخطط ده عايزنا العلامات دي نحطها على خط اعداد، بحيث ان انا بدل ما تبقى العلامات بالمنظر ده، لا تبقى باين لي بمخطط بنقاط، تبقى باين لي بمخطط بنقاط. بص معايا اهو، هو بنتكلم عن ايه؟ قلنا عدد الطيور، عملنا خط اعداد وحطينا عليه اليوم الاول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع، اليوم الخامس. يا ترى اليوم الاول هنا عندي كام علامه؟ هتقولي يا ميس يعني ايه علامه دي؟ هنعمل ايه العلامات دي؟ احنا قلنا العلامه الواحده بواحد عادي خالص، واحنا قلنا لما تبقى في حزمه قدامي كده الحزمه بتساوي 5، الحزمه بتساوي 5. طب يبقى انا كده اليوم الاول فيه كام؟ عدد الطيور كام؟ ها، حزمه وكمان شرط تبقى 6، يبقى انا كده حطيت في اليوم الاول 6 اكسات، 6 اكسات. هو بيقول لك من واقع المخطط اكمل الجدول بالنقاط، يبقى احنا عايزين الجزء ده نكمله بالنقاط، واحنا قلنا النقاط دي مش نقطه اكس. طب اليوم الثاني عندي حزمه وكمان علامتين، يبقى عندي كام؟ 7. ها، عدد الطيور كام؟ 7، يبقى انا كده هحط 7 اكسات، هحط 7 اكسات، ادي 1 2 3 4 5 6 7. طب اليوم الثالث عندي حزمتين، يبقى كام اكس؟ 10، مظبوط. يبقى اليوم الثالث هحط 10 اكسات، اهو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طب اليوم الرابع 3 علامات، يبقى بتساوي 3، يبقى انا هحط 3 اكسات. طب اليوم الخامس 4 علامات، فانا حطيت 4 اكسات. يبقى انا كده اشتغلت، حولت من الجدول اللي فيه العلامات التكرارية، حولته المخطط بالنقاط، مخطط تمثيل بالنقاط عادي خالص. خدنا بالنا ان العلامات التكرارية هي علامات، ممكن عادي جدا يقولك اليوم الاول ويديك رقم، فهو الموضوع هو هو، العلامات التكرارية هي هي الارقام، بس ده شكل مختلف، تمام كده. دي كانت المثال الاخير، بس احنا هنا محتاجين نحط بقى مفتاح الحل بتاعنا. الاكس كده دي معناها ايه؟ الاكس تمثل 1 ولا 2؟ تمثل 1. ها، 1 طير او 1 طائر، الاكس تمثل ايه؟ 1 طائر، تمام يا اولاد. ده كده بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلبة وطلبات الصف الثالث الابتدائي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله معادنا مع درس جديد من الدروس بتاعتنا بتاعه الرياضيات، النهارده الدرس الخامس باذن الله. الدرس ده عباره عن جزء مختلف عن الجزء اللي احنا كنا بنتكلم فيه المره اللي فاتت، كنا بنتكلم عن جزء التمثيل البياني، النهارده هنتكلم عن جزء الاطوال او القياسات. بص معايا كده ان شاء الله بسم الله، وان شاء الله الدرس بسيط. اهم حاجه عايزاك تركز كويس جدا في الدرس اللي بيتقال، لان الدرس ده نواه او البذره بتاعتك للدروس اللي جايه هتستخدمها ان شاء الله كمان في سنه رابعه وفي سنه خمسه وفي سنه سته. دي اطوال هتستفيد بيها كويس جدا حواليك، تقدر تقيس كل حاجه حواليك، فركز معايا عشان تبقى الدنيا متظبطه معاك. دلوقتي الدرس الخامس بيقول لك تعلم ان في حاجه اسمها عندي اداه لقياس الاطوال، في ادوات نقدر نقيس بيها سهله معانا، وفي ادوات تانية هتكون اكبر عليك شويه انت تعرف تقيس بيها او تستخدمها انت في سنك. طيب انا دلوقتي الاداه بتاعت النهارده اسمها المسطره، في عندي مساطر 20 سنتي وفي عندي مساطر 30 سنتي. طيب المساطر دي انا مش مهم عندي خامتها ايه، مش مهم عندي هي مصنوعه من ايه، المهم عندي ان انا ابقى عارف المساطر دي بتبدا بتدريج صفر، بنبدا من الصفر. كمان لازم نبقى عارفين ان التدريج بتاعها او القفزات اللي ماشيه بيها قفزات ثابته، ما ينفعش تلاقي في مسطره 0 2 4، لا احنا هنلاقي في المسطره 0 1 2 3 4 وهكذا. فاحنا التدريج بتاعنا اللي بنبقى ماشيين بيه في المسطره تدريج ثابت، تدريج ثابت. طيب بص معايا كده بيقول لك المسطره هي عباره عن ايه، زي ما اتكلمنا هي اداه لقياس الاطوال. بقيس ازاي يعني؟ من خلال الارقام المكتوبه على المسطره. يعني لو الحاجه اللي انا بقيسها دي وقفت عند 5 فيبقى طول الحاجه دي 5، وقفت عند 2 يبقى طول الحاجه دي 2، وقفت عند 3 يبقى طولها 3 وهكذا. اهي المسطره عندي زي ما اتكلمنا ان احنا القفزات ثابته، هتلاقي من الصفر للواحد في مسافات، من الواحد للاثنين في مسافات وهكذا. هتلاقي ان المسافه من الصفر للواحد هي هي نفس المسافه من الواحد للاثنين الى اخر المسطره. هنلاحظ هنا في شرط صغننه،
دي هقولها لكم ان شاء الله، بس مش المره دي، المره دي احنا بس علينا ازاي نعرف نقيس واسمه ايه وحده القياس. احنا دلوقتي عرفنا اداه القياس هي المسطره في الطول، عايزين نعرف كمان الوحده بتاعه القياس. يعني احنا دلوقتي عندنا القياس ده، لما نكتب الرقم نكتب جنبه ايه، ايه الوحده او ايه التمييز بتاعه. فانا دلوقتي عرفت اداه القياس بتاعه الاطوال هي المسطره، وعرفت ان انا عندي المسافات اللي ما بين الارقام وبعض بتبقى ثابته او واحده، ما بتزيدش ولا بتقل. طيب يعني انا دلوقتي لو وقفت عند الواحد ده معناه ان الرسمه بتاعتي طولها واحد، ما قبل ده واحد. طب لو وقفت عند اتنين معناه ان انا عندي كل الحته اللي فاتت دي اتنين. طب لو وقفت عند ثلاثة معناه ان كل الحته دي ثلاثة. طب ثلاثة ايه؟ يعني اكتب ثلاثة ايه؟ بص معايا كده، المسطره بتتقسم لوحدات صغيره بتتسمى سنتي. يبقى انا دلوقتي الوحده بتاعتي السنتي. انا اتعلم في درس الاطوال اداه القياس هي المسطره، وحده القياس السنتي. هي بس السنتي يا بيس؟ لا، في وحدات كتير جدا بس هناخدها واحده واحده مع بعض. يبقى دلوقتي المسطره هي اداه قياس الاطوال، تاني حاجه وحده قياس الاطوال هي السنتي، الاداه هي المسطره، الوحده هي السنتي. ركزوا معايا يا حبايبي، بص كده، ايه هو بقى السنتي؟ يعني ايه سنتي يا مس؟ اولا السنتي في كلمه اسمها السنتي متر، السنتي متر دي كلمه على بعض، وفي كلمه مختصره زي ما انا اقول لك كده، اسمك محمد بدلعك حماده، اسمك مريم بدلعك مريومه مثلا. فهو في كلمه اساسيه او مصطلح متعارف عليه من الناس كلها، وفي كلمه مختصره او رمز مختصر. انا السنتي متر بالعربي كده اللي هو زي ما انت شايف، السنتي متر اختصاره سين ميم، اختصاره سين ميم. يبقى السنتيمتر اختصاره هو سين ميم. عباره عن ايه بقى السنتيمتر ده؟ احنا عايزين نعرف ايه هو تعريفه، يعني ده مين السنتيمتر ده. السنتيمتر هو وحده قياس تستخدم لقياس اطوال الاشياء الصغيره. تاني السنتيمتر اللي هو السين ميم عباره عن ايه؟ عباره عن وحده قياس تستخدم لإيه يا ولاد؟ تستخدم لقياس أطوال الأشياء الصغيرة. إيه مثل الأشياء الصغيرة دي؟ يعني حاجة قد إيه يعني؟ إحنا عايزين نعرف. أقولك زي القلم، الكتاب، الموبايل، مثلا لو أنت معاك ديسك بتاعك ممكن تجيبه بالمسطرة، أي حاجة تقدر إن أنت تقيسها بالمسطرة وتكفي، دي تبقى حاجة صغيرة تقدر تستخدمها. طب إيه مثل الحاجات اللي مش هنعرف نستخدمها بيها؟ يعني إحنا أو عندنا باب أو عندنا شباك، ده كده أنا مش هعرف أقيسه بالمسطرة؟ أقولك آه. هناخد أداة تانية بس مش الحصة دي، هناخد حاجة تانية نقدر نقيس بيها الحاجات الكبيرة أو الأشياء الكبيرة بس مش النهاردة. يبقى أنا النهاردة شغلي على السنتيمتر اللي هو اختصاره سين ميم، وده عبارة عن وحدة تستخدم عشان أقيس أطوال الأشياء الصغيرة زي القلم، الكتاب، حاجات كده. طيب كده بيقولي أكمل، مديني قلم وأنا حطاه عند المسطرة أهو، بادئ القلم من الصفر وواقف عند كام؟ ها بص كده، واقف عند كام؟ واقف عند ال 12، واقف عند ال 12. يبقى انا الطول بتاعي يساوي كام سنتي؟ 12 سنتي. تمام، يبقى انا دلوقتي عرفت ان انا من اول الصفر هعد 0 1 2 3. افضل اعد كده يا ميس؟ اقول لك لا، انت حط الحاجه بس لازم تكون حاططها من بدايتها من الصفر، ما ينفعش احطها من اي رقم. لا، انا ببتدي قياس اي حاجه عايزه اقيسها من الصفر، وبعد كده اشوف هي واصله لحد رقم كام، الرقم اللي واقفه عنده هو ده الطول بتاعها. بص معايا المثال الثاني، اديني مشبك اهو، ابتدي منين؟ اجيبه كده وازقه وابتدي من الصفر. الصفر ده واقف عند مين؟ ها طوله كده كام؟ 8 ولا 7؟ لا 8 سنتي، مظبوط. يبقى انا كده واقف عند 8 سنتي. تمام. طب بص كده الرسمه الثانيه، مفتاح بدأ منين؟ من الصفر، وواصل لحد فين؟ لحد الخمسة. برافو علينا. يبقى انا دلوقتي الموضوع سهل وبسيط خالص يا ولاد، انا بجيب الحاجة ببتدي بدايتي من القياس من الصفر، بثبت بدايتها عند الصفر، وبعد كده اشوف هي واقفة فين، اشوف بعد كده هي واقفة فين، الرقم اللي هي واقفة عنده هو ده الرقم بتاعنا. تمام. طيب هنا بقى المثال التاني، قياس اطوال الاشياء التالية. انا هديك شوية اشكال ومحتاجين ان احنا نقيس الاطوال بتاعتها. طيب هنقيسها ازاي؟ هنجيب المسطرة في اول واحدة اهو، بص معايا، وحطيتها عليها. ها اقوم حاطه الايه؟ فرشة الاسنان بدايتها فين؟ الصفر. وقفت لحد فين؟ العشرة. يبقى الطول بتاعي 10 سنتي. الطول بتاعي ايه؟ 10 سنتي. ركز كويس جدا، لو هو مش كاتب لك السين ميم انت لازم تكتبها، لان 10 ايه؟ ايش عرفني انت واقف بتقول 10 كام؟ يبقى لو ما كتبش يا اولاد السين ميم لازم انا اكتب له التمييز بتاعي او وحده القياس بتاعتي. طب بص المثال الثاني،
جبت المسطرة برضو عند الشوكة وقفتها عند الصفر، واقفة لحد كام؟ ها على المسطرة بص كده معايا، 19، يبقى 19 سنتي مظبوط. طب ها المثال التالت، جبت المسطرة اهو عند الدباسة بتاعتي وقفتها عند الصفر، ها واشوف كده واقفة عند كام؟ عند 15. برافو علينا، برافو، شاطرين جدا. يلا نشوف الاوبشن اللي بعده، اخر مثال، الاستيكة بدايتها الصفر واخرها ها 6 سنتي. تمام، احنا كده خدنا ازاي نقدر نقيس، وعرفنا ان المقايسات بتاعتنا بتبدأ من الصفر وتنتهي على حسب طول المسطرة بتاعتك، بس انا لما باجي اقيس لازم ابتدي بداية الحاجة اللي انا بقيسها من الصفر، اوقفها عند الصفر واشوف هي واقفة لحد فين، ولازم لما اكتب الرقم اللي واقفة عنده لازم احط التمييز بتاعي س م. عرفنا ان انا عندي اداة القياس بتاعت الطول هي المسطرة، والوحدة بتاعت القياس هي السنتيمتر اللي هو اختصاره س م. ده كان درس النهاردة، يا رب تكونوا فهمتوه كويس علشان تقدروا تحلوا الواجبات اللي عندكم. اشوفكم على خير ان شاء الله الحصة الجاية، وبس كده، يلا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، حبايبي طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله معادنا مع الدرس السادس، وهو درس تكملة للدرس الخامس بتاع اطوال القياس. دلوقتي ان شاء الله الدرس السادس بتاعنا هنبتدي بجزء كده بيقول لي قدر اطوال الاشياء التاليه ثم اختر الاجابه المناسبه. يعني مثلا انا هديك شويه اشكال وانت عليك ان انت تقدر طولها. يعني ايه قدر؟ يعني قول لي كده تقريبا، يعني احنا مش لازم نقيس المسطره بالظبط، بس هو المنطقي فيهم مين؟ مين المنطقي؟ مثلا اول صوره عندي كده صوره الموبايل، يا ترى كده بالعقل فكر معايا، يا ترى في موبايل طوله 60 سنتي ولا الموبايل ممكن يبقى 20 سنتي؟ انهي اجابه اقرب للحقيقه؟ في ناس تقول لي يا ميسي طبعا الموبايل بتاعي مش 60 مش 20 سنتي، اقول لك مش شرط، انا بكلمك تقريبا شكل الموبايل او اي موبايل بيبقى طوله، ممكن يبقى فيه طول 60 سنتي، ان انت ممكن تلاقي موبايل اكبر او قد المسطره بتاعتك ال 20 سنتي دي 3 مرات، اكيد لا. يبقى احنا عندنا الاجابه بتاعتنا التقريبيه، فكره التقريبيه دي اللي هي قدر، يعني انا مش بقول لك بالظبط، انا مش عايزها بالظبط، مش عايزك تقيس بالظبط، التقريبية هي 20 سنتي. طب بص معايا على الرسمة التانية، عندي مصاصة، المصاصة دي ممكن يبقى طولها قد ايه؟ انت كده لو مسكت مصاصة يا ترى هتلاقي المصاصة دي طولها 3 سنتي، يعني حاجة صغننة كده، ولا 7 سنتي اقرب؟ انهي اقرب للحقيقة؟ حاول كده تفكر، انت بص على مسطرتك شوف ال 3 سنتي شكلهم قد ايه، وشوف ال 7 سنتي شكلهم قد ايه، وفكر كده هل المسطرة بتاعتي، هل معلش انا اسفة، المصاصة بتاعتي ممكن يبقى قياسها الاقرب 3 سنتي ولا 7 سنتي؟ هلاقي ايه؟ قياسها الاقرب مظبوط 7 سنتي. طب نبص معانا على الرسمه الثالثه، فرشه تلوين، الفرشه دي كده يا ترى الاقرب ليها 9 سنتي ولا 5 سنتي؟ احنا عارفين ان فرشه التلوين دي اقرب شويه من القلم الرصاص او اكبر شويه، فانت بص كده عندك على المسطره شوف ال 5 سنتي شكلهم قد ايه وشوف ال 9 سنتي شكلهم قد ايه، يا ترى مين فيهم الاقرب لان هو يبقى طول الفرشه؟ هلاقي طبعا ال 9 سنتي. تمام، بقى دلوقتي على الوحدة الجديدة اللي هتاخدها معانا النهاردة. احنا كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن وحدة قياس الاطوال للاشياء الصغيرة، وكانت السنتيمتر، وقلنا ان هو ليه اختصار اللي هو السين مين. النهاردة وحدة قياس الجديدة هي برضو وحدة قياس اطوال، بس باخدها للاشياء الاكبر شوية، يعني في حاجات اكبر شوية ممكن استخدم فيها وحدة جديدة اسمها المتر، اسمها الايه؟ المتر. طيب المتر ده عبارة عن ايه؟ بص معايا كده، يستخدم المتر لقياس الاشياء الاكبر طولا شويه. يعني ايه الاكبر شويه؟ يعني مش الكبيره قوي برضو، بس ايه الاكبر طولا شويه. طيب يعني بنقيسها بايه؟ بالمسطره برضو ولا بنقيس بايه؟ لا بنقيس المسطره. في حاجه بقى اسمها المتر، المتر عارفين بابا كده لما بيجي يقيس الاوضه عندنا قد ايه، او لما عايز يقيس الدولاب، او لما عايز ياخد قياس المطبخ او الكلام ده، بيستخدم حاجه اسمها المتر. المتر ده بنقيس بيه الحاجات الاكبر شويه اللي ما ينفعش اقيسها بالمسطره، بس بقيس بيه الحاجات اللي ما ينفعش اقيسها بالمسطره. ورمزه او اختصاره ميم، يبقى انا عندي سنتيمتر رمز او اختصاره س ميم، وده بيقيس الحاجات الصغيره شويه، لكن المتر ده بيقيس الحاجات الاكبر من الحاجات التانية، وبستخدم في المتر، المتر انا بقيس بيه اسمه متر برضو، الاداة اللي انا بستخدم بيها هي المتر، ووحدة القياس هي الايه؟
المتر. فالناس تقول يعني ايه ميس وحده قياس متر ويعني ايه ده المتر؟ المتر ده الاداه، الحاجه اللي احنا بنستخدم بيها، المتر بتاع بابا، المتر اللي هو كوره كده وبنشده بيطلع طول وبنشده بيبقى اسمه متر. ده الاداه. انما الوحده اسمها بقى بالعربي المتر او الاختصار الميم. طيب بص بقى معايا كده، شايفين الرسمه دي؟ ده يعتبر متر، تمام؟ اهو المتر كام سنتي بقى؟ عايزين نعرف المتر يا ترى فيه قد ايه من الوحده اصغر منه. المتر ده احنا عارفين ان هو الوحده الكبيره، طب يا ترى فيه قد ايه من الوحده الاصغر؟ ها المتر فيه 100 سنتي، يعني كل 100 سنتي اعدهم كاني قلت 1 متر، كل 100 سنتي اعدهم كاني قلت 1 متر. فالمتر بيساوي 100 سنتي بالعربي اهو، او بالاختصار 1 متر يساوي 100 سين ميم. طيب حاجة كمان لازم نقولها، عندنا طول ذراع الإنسان، طول ذراع الإنسان يعني افرد إيدك كده، طول ذراعك ده بيساوي متر تقريبا، يبقى ذراع الإنسان حوالي متر تقريبا. يعني محدش يقول لي أنا متر بالظبط وبابايا متر بالظبط وأخويا متر بالظبط، لا هو تقريبا. كلمة تقريبا ده يعني ممكن تبقى أنت أكتر شوية، ممكن يبقى أخوك أقل شوية، بس تقريبا متر. طيب بص بقى على التدريب ده، بيقول لي اختر وحدة القياس المناسبة، مديك اربع رسومات وبيقول لك انت بقى يا ترى الباب ده، اول واحده مثلا باب الشقه يا ترى ده يتقاس بالسنتي ولا بالمتر؟ انت شايف كده الباب ينفع اجيب مسطره واقعد اقيسها بيه الباب، نقيس الباب بالمسطره، ولا الاوقع المتر؟ يعني انهي وحده انت شايفها منطقيه، او انهي وحده شايفها لايقه اكتر ان انا اقيس بيها، السنتي ولا المتر؟ الاقي الايه المتر مظبوط. طب نبص المثال الثاني، الايس كريم. معلش انا اسف الاجابه ظهرت بدري. الايس كريم انت شايف كده طوله يتقاس بالمتر ولا بالسنتي؟ هلاقيه بالايه؟ بالسنتي مظبوط. طب الرسمه الثالثه، الشوز بتاعك يا ترى طوله انت شايف ان هو يتقاس بالمتر ولا بالسنتي؟ انت بص على الشوز بتاعك كده، انت شايف ان هو كبير يتقاس بالمتر ولا ممكن يتقاس بالمسطره؟ ها سنتي، تمام برافو علينا. طب الشباك، ها شايف طوله يتجاب بالمسطره ولا يتجاب بالاله الثانيه او الاداه الثانيه اللي هي المتر؟ ها المتر، برافو عليك. طيب بص كده على السؤال التاني، حوط الوحدة المناسبة، حوط الوحدة المناسبة. انا هنا هشوف انهي وحدة برضو ماشية اكتر على الصورة. يعني انا دلوقتي لو مسكت الصورة الاولانية اللي هي البيت، يا ترى البيت ده ممكن يبقى طوله 30 سنتي ولا 3 متر؟ رأيك كده احنا المفروض نقيسه يبقى 3 سنتي ولا 3 متر؟ انهي ماشية اكتر على البيت؟ البيت ممكن يبقى 3 سنتي، ممكن يبقى قد المسطرة 30 سنتي اللي عندك، ممكن يبقى البيت بتاعك ال 30 سنتي اللي قد المسطره اللي عندك اللي معاك، ولا 3 متر؟ هلاقي ايه؟ 3 متر، برافو علينا. طب السؤال الثاني، الكتاب بتاعي يا ترى الكتاب ده ممكن يبقى طوله 20 سنتي قد المسطره كده، ولا يبقى 1 متر قد دراعي زي ما اتفقنا؟ هلاقي ايه؟ 20 سنتي، برافو علينا. طب الورده شايف ان هي ممكن تبقى 6 سنتي على قد كده المسطره، بص كده على المسطره من 0 ل 6 قد ايه؟ ممكن ده يبقى طول الورده ولا ممكن يبقى طولها 2 متر؟ يعني 2 من قد ايدك كده 2، ها هلاقيها ايه؟ طبعا ها 6 سنتي، برافو عليك. طب الشجره بقى، معلش انا اسفه، الشجره هلاقي طولها عمره ما هيبقى 12 سنتي، طبعا الشجره هتبقى مثلا قد تقريبا نص المسطره ال 20 سنتي ولا 2 متر؟ طبعا 2 متر. احنا كده تقريبا اتكلمنا بشكل مبسط عن وحده قياس الاطوال اللي هي السنتيمتر الحصه اللي فاتت، وقلنا السنتيمتر الاشياء الصغيره والاختصار بتاعه سين ميم، والاداه بتاعته هي المسطره. اتكلمنا النهارده عن المتر وقلنا دي للحاجات الاكبر شويه اللي ما ينفعش ان انا اقيسها بالمسطره، وان المتر فيه 100 سنتي واختصاره ميم، وان الاداه بتاعته هي اداه المتر، الاله، قال في اله معينه كده في المكتبات بتتباع اسمها المتر. ده كده بشكل مبسط. قلنا كمان ان ذراع الانسان او ايدك دراعك نفسه ده تقريبا متر. ده كده كل اللي احنا خدناه الحصه دي والحصه اللي فاتت. اتمنى اشوفكم على خير ان شاء الله الحصه الجايه، بالتوفيق والسلام عليكم.